ثلاث طرق اقول بهم لاي حد غور من وشي علشان مش فايلك. عاوز منكو حاجة، عاوزكو تسيبوني. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille يعني سيبني في حالي، يعني خلاص فكك مني بقى دلوقتي. Dégage. 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 مع السلامة، سيبني بقى في حالي شوية. تمام؟ ده رقم اتنين. Dégage. رقم تلاتة. Casse-toi. Casse-toi. كاستوا. ديت رقم ثلاثة. رقم أربعة، هو أنا ممكن أزود الرابعة ديت من عندي شوية، هي مش من عندي ولا حاجة، لكن هي عامية جدا. أنت عموما ديت عشان بس لو سمعتها تفهمها، لو سمعتها تفهمها، لكن هي وحشة. فاتفيخ فوطخة. فاتفيخ فوطخة ديت لو سمعتها اعرف ان هي معناها كده، ما تحاولش بقى تفهم الدنيا فيها ايه، هي كده وخلاص، بس ما تستخدمهاش. سلام.